أيها السادة، في مستهل عهده أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا ليثلج به صدور أبناء هذا الشعب الذين يكنون كل الاحترام وكل الامتنان للسيد المستشار عدلي منصور. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في 18 يناير لعام 2014 وعلى القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنظمة، قرر تمنح قلادة النيل للسيد المستشار الجليل عدلي محمود منصور تقديرا لدوره التاريخي في تحمل أعباء مسؤولية إدارة شؤون البلاد أثناء تولي سيادته رئاسة الجمهورية خلال المرحلة الانتقالية بعد ثورة 30 يونيو لعام 2013.